أيضا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ الدكتور حامد. يعني ما المعلن بشأن اغتيال أحد القيادات أو تحديدا قائد لواء خان يونس في هذه المجزرة البشعة، وما يعني ترتكب إسرائيل من مجازر من الممكن أن يعني تساوي، عندها استعداد أن تساوي أحياء كاملة بالأرض وتقتل مدنيين وتنكل بأبرياء وتقتل أطفال ونساء في سبيل استهداف حتى ولو هدف واحد؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ سمر، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا يعني هذه ليست المجزرة الأولى، ومن يتابع وبشكل دقيق منذ بداية هذه الأزمة نجد أن إسرائيل ارتكبت الكثير والكثير من الجرائم التي يندى لها الجبين، باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال. إسرائيل ارتكبت كل أنواع الجرائم في قطاع غزة، أبادت الحجر، أبادت الشجر، قتلت الكبير، قتلت الصغير، قامت بالارتكاب كل أنواع الجرائم بدءا من مستشفى الأهلي المعمداني، استهداف كافة المستشفيات، قامت بقصف وزارة الأوقاف، هدم المساجد، هدم المنازل الكثير، حتى دوار الطحين ودوار الكويت وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، كدليل قاطع على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى وقف هذه الحرب، ولكن نتنياهو يقوم بشراء الوقت في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة الأولى عن كل ما ارتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وبأيدي إسرائيلية، لأنها تقوم حتى هذه اللحظة بمد إسرائيل بكل الجرائم، بدلا من أن يكون هناك مسار للتهدئة وسعي لدعم الجهود التي يقوم بها المفاوض المصري والقطري، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل الوصول إلى تفاهمات، باعتبار أنها وافقت بالأمس على شحنة من الذخائر والقنابل بنة 500 رطل، أكثر من 1700 قنبلة تم التوافق عليها، ومن الممكن أن يتم استغلال هذه الشحنات لقتل كل المدنيين في قطاع غزة. يعني هل دكتور حامد يعني مسألة استهداف المدنيين وفي ظل عدم وجود مستشفيات تستقبل الجرحى والشهداء بعدما دمر يعني الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وفي ظل سكوت المجتمع الدولي، هل من الممكن أن نعتقد أن هذه المجازر وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي والإنساني يسقط ورقة التوت عن عورة أخلاق المجتمع الدولي؟ يعني المجتمع الدولي في ظل أننا لا يمكن أبدا أن نقول ما يحدث هو تخاذل المجتمع الدولي، يعني هذا مصطلح لا يمكن أبدا أن يعني نترده الآن، ولكن ما المصطلح الذي تفضله يا دكتور؟ المجتمع الدولي أصبح شريك رئيسي في حرب الإبادة الجماعية التي يتم بموجبها قتل كل هؤلاء. إحنا بنتحدث يا أستاذ سمر 17 ألف طفل قتلى وشهداء، أكثر من 40 ألف شهيد، أكثر من 150 ألف جريح، وما زالت الأعداد يعني تتزايد يوما بعد يوم ولا يمكن حصرها، لأن هناك الكثير من الأسر ما زالت تحت الأنقاض ولا يمكن للدفاع المدني استخراجها، وبالتالي هذه الحرب ستكون صب في جبين المجتمع الدولي الذي تخاذل بشكل كبير ولم يتحرك بشكل يتناسب مع ما يتم من إبادة جماعية داخل قطاع غزة، باعتبار أن إسرائيل وعندما يكون هناك مفاوضات، ومن يتابع المشهد عن كثب في الأراضي الفلسطينية يعلم علم اليقين أنه عندما تكون هناك بادرة لمفاوضات وأنه من الممكن أن يكون هناك الوصول إلى تفاهمات، تقوم إسرائيل بارتكاب كل أنواع الجرائم. المفاوضات الأخيرة كان في تصريحات واضحة لنتنياهو قام بتصعيب المفاوضات وقام بعرقلة فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يذهب إلى القاهرة والدوحة في سبيل الحرص على الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى وقف شمل إطلاق النار. التذرع الإسرائيلي الذي كان يقول أن حماس متمسكة بضرورة وجود وقف شمل إطلاق النار تنازلت عنه حماس، وبالتالي أصبحت الكرة في الملعب الأمريكي الذي عليه أن يضغط
على إسرائيل باعتبار أن الورقة التي يتم مناقشتها الآن هي ورقة أمريكية في الأساس، ومن المفترض أن يتم السعي بكل قوة إلى وقف الإطلاق النار. حتى منافذ البرية التي من المفترض أن يتم فتحها وعلى رأسها معبر رفح لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، لأنها الدولة المصرية بتلعب أدوار مركبة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية من معبر رفح باعتباره هو شريان الحياة لقطاع غزة، نجد أن إسرائيل أعادت احتلاله، نجد أن كل المعابر تم إغلاقها، الرصيف البحري الذي من المفترض الذي كلف الإدارة الأمريكية 320 مليون دولار وتم رميها في الأرض لم تتحقق أي شيء بموجبه. ده بنتحدث عن 97 شاحنة فقط دخلت من الرصيف أو الميناء البحري، كان يدخل من معبر رفح يوميا، وهذا أكد عليه فخامة الرئيس السيسي، 600 شاحنة يوميا، وده دليل قاطع على أن إسرائيل تستخدم سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو دكتور حامد، يعني لا يخفى على أحد أنه يمثل طوق النجاة لبنيامين نتنياهو وحكومته التي تضم ائتلافات شديدة اليمينية بكل تأكيد، برغم التحذيرات المصرية والدولية من مسألة أنه هذا التصعيد، هذه الوحشية الممنهجة، هذه الإبادة والمجازر من الممكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، هنا يعني لنا وقفة، هل إسرائيل تريد بالفعل اتساع رقعة الصراع؟ هل هذا يعني مسعى من مساعيها؟ طبعا ده من ضمن أهم مساعيها، باعتبار أننا شاهدنا في فترات سابقة وحتى قبل تصعيد الأحداث خارج الأراضي الفلسطينية، نجد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يقوم باستهدافات خارج الأراضي الفلسطينية. ده اللي شاهدناه في استهداف صالح العروري، في استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا في استهداف الحشد الشعبي في العراق، وأيضا استهدافات داخل الأراضي السورية، واستهداف الجنوب اللبناني بالكامل. وهذا أدى إلى تصعيد خطير في المنطقة، والآن أصبحت المنطقة بين مفترق طرق، بين تهدئة ونزع فتيل الأزمة والتحرك باتجاه الرؤية المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، وبين حالة من عدم الاستقرار لا يحمد عقباها، في ظل أن إسرائيل تسعى وبكل قوة وهذه الحكومة إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة ممكنة، لأن هذا يتماشى مع رغبتها في البقاء في السلطة. نحن نعلم أن هناك زيارة لنتنياهو لأمريكا وسيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وأيضا هناك نقطة أخرى وأنه هناك أجازة الكنيست الإسرائيلي التي من المفترض أن تقوم معرقلة لإتمام أي اتفاق، وبالتالي هو يسعى لشراء الوقت واتساع رقعة الصراع والسعي وبكل قوة إلى بقائه على حساب الأبرياء من دماء الشعب الفلسطيني الأعزل. كل هذه المعطيات تؤكد على أن الاحتلال أيضا يستغل سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين وحثهم على ترك أراضيهم والضغط على المقاومة للعمل على إخراج يعني المحتجزين الموجودين لدى حماس. وده طبعا بيكون هناك، حضرتك تحدثت في بداية هذه المداخلة المهمة في جزئية مهمة جدا يا أستاذ سمر، وهي الجزئية كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بكل هذا العدد من الشهداء والقتلى في سبيل القضاء على رجل واحد، وأنت تقتل مدنيين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتقتل مدنيين عزل، يعني قاموا بالنزوح لأكثر من 20 مرة، من يقول أنهم نزحوا 3 أو 4 مرات هو لا يعلم، هناك نزوح من منطقة إلى منطقة ومن الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب ومن الجنوب إلى أقصى الجنوب، وليس لديهم أي شيء يعني. ونزحوا إلى أماكن يعني ادعت قوات الاحتلال أنها مناطق من المفترض أن تكون أمنة، كمنطقة النواصل لحضرتك اللي تمت فيها جريمة اليوم، وهي المنطقة التي تستهدف مخيمات ومناطق طبعاً للنزوح، يعني هذا الخبث والكذب الإسرائيلي القديم قدم يعني الحروب التي شنتها على قطاع غزة. خليني أسأل حضرتك، وإحنا كنا في ظل يعني انتظار مخرجات المفاوضات على الورقة الأمريكية، كان هناك بعض ربما التفاؤل، بعد هذه المجزرة اليوم ما الذي من الممكن أن يقود إليه هذا التطور وهذا التصعيد الخطير خلال الفترة القادمة؟ يعني طبعا على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والدبلوماسية الرئاسية والخارجية المصرية في سبيل الحرص وبكل قوة على إيجاد مخرج من هذا
النفق المظلم التي بموجبه تدخل إسرائيل المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار وحالة لا يحمد عقباها، إلا أن القاهرة متمسكة بكل شيء يدفع في اتجاه السعي وبكل قوة إلى نزع فتيل الأزمة ووقف الإبادة الجماعية إلى التي تحدث باتجاه أشقائنا الفلسطينيين. ولكن مثل هكذا أحداث ومثل هكذا جرائم يعني بتصعب هو موقف القاهرة والموقف المصري طبعا واضح، وكان هناك إدانة من وزارة الخارجية اليوم يعني بأشد العبارات، لكن أتحدث عن التطور فيما يخص يعني المفاوضات بين طرفي الصراع. هل من الممكن أن تستمر المفاوضات يا فندم؟ لا يمكن، لا، مصر لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني. مصر تتفاوض من أجل الشعب الفلسطيني، لأننا أمام عدو لا يرحم، لا يعرف لا قانون دولي ولا قانون دولي إنساني. ولكن هذه الجرائم أؤكد لحضرتك أنها لن تسقط بأي حال من الأحوال. نعم، لكن من الجانب الفلسطيني من يعني حماس والمقاومة، هل تعتقد أنها ستستمر في المفاوضات أم أنها ستنسحب ويعود الأمر لما كان عليه؟ يعني عليهم أن يتريصوا وعليهم أن يأخذوا أننا دخلنا في نفق مظلم بالنسبة لقطاع غزة، وعلى حماس أن تدرك أنها كان عليها منذ البداية أن توافق على المقترح المصري لأنه كان أنجع وأشمل. وإذا كانت حماس قد تنازلت عن شرط رئيسي وهو وقف إطلاق النار كان ذلك منذ البداية قبل أن تقوم إسرائيل باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وإعادة احتلال معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني. كل هذه التعقيدات والتشابكات نتجت نتيجة التأخير في إنفاذ حلول ناجعة، وبالتالي هذا يصعب الموقف على المفاوض سواء المصري أو القطري. وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور علينا أن يكون هناك سعي وبكل قوة إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية، باعتبار أن إسرائيل من مصلحتها يعني استمرار هذه الحرب. ولكن علينا أن نفوت الفرصة على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.